السلام عليكم ورحمة الله. المهم أنا الأخ طارق شلافة مقيم هنا في مدينة كريتشاش، وأنا كنت في يعني في المسجد اللي صرات فيه هذا الهجوم الإرهابي، ما نقولولاش هجوم إرهابي، وإن شاء الله هذا الإرهاب ما غادي يوقفنا باش نصلوا ونعبدوا الله تعالى. أي مسجد؟ مسجد النور في الشارع دين آف. الحمد لله هو دخل على طول. متى دخل الوقت؟ الوقت كانت الإمام كان طلع للمنبر الوحدة وربعين دقيقة، الأذان وحدة ونص، هو قعد عشر دقائق في الحديث تاع الجمعة، يعني أنا شفت الساعة دورت هاك من بعد سمعت الطلقة. الطلقة الأولى افتكرت يعني شيئا واحد فاير وورك ولا شيئا هكا، ومن بعدين سمعت الانفجار، طلقات الرصاص ماشين جان، يعني كسلاح اوتوماتيكي. نعم، فعرف بلي هذا هجوم عنصري راه داخل يقتلنا. فكسرت من نافذة كانت بجنبي، الحمد لله طلعت منها وجريت. يعني لما كسرت النافذة يعني خرج منها آخرون؟ خرج منها مئات، الحمد لله الحمد لله. الكورنر كلهم اللي كانوا موجودين في الكورنر اللي كسرت النافذة الزاوية طلعوا منها المئات، الحمد لله الحمد لله. الله وفقني باش كسرت هذيك النافذة وطلعوا منها الحمد لله. ولي مساكن ما قدرش، ان شاء الله لهم في الجنة ان شاء الله، الله يرحمهم ربي يتقبل منهم شهادتهم ان شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك اخونا طارق شنافة. طبعا الاخوة الذين كانوا في المسجد وقد نجا ولله الحمد يعني من هذا الحادث الارهابي الاثيم، ويعني طبعا وانتشر يعني عبر السوشيال ميديا وعبر الفيسبوك ان الاخ طارق استشهد، لكن نريد نؤكد لاهله ول أبناء الجزائر جميعا والمسلمين أنه الحمد لله يعني نجا، والآن هو يعني أصيب يعني طبعا بعض الجروح أثناء هروبه، لكن الحمد لله هو يتعافى والآن جاء معنا إلى المستشفى لزيارة إخواننا الذين مصابين. جزاكم الله خير وجزاكم الله خير. الحمد لله على السلامة.